رجعنا لكم مشاهدينا مرة ثانية في سهرة السبت المقبل. سيعرض تلفزيون الكويت السهرة الدرامية البرواز، وهي من إنتاج تلفزيون دولة الكويت. هذه السهرة تكسر نمط المسلسلات الدرامية مثل ما تعودتوا عليها، اللي دائما تزيد عن 13 حلقة وتمتد إلى فوق 30 حلقة. اليوم أكيد راح نتكلم عن السهرة هذه الجميلة اللي هي من إنتاج تلفزيون دولة الكويت. يا هلا ومرحبا فيكم الفنان انتصار الشراح والفنان فيصل دشتي والمخرج المبدع حمد البدري، نورتونا في ليالي الكويت والساعة المباركة مثل ما يقولون الكويتيين. صحتكم وبركة. حياكم الله. مساكم الله بالخير. أنا سعيد جدا في تواجدي في هذا البرنامج الأكثر من رائع. قاعد يحسب فيصل. يعني أنا أهنيكم على هالمخرج، ما شاء الله تبارك الرحمن، هادي حيل، هذا هدوء جدا جميل والله العظيم. هادي صح؟ يكفي انه متحمل فيصل بس. اي والله صراحه. لا لا بس انت قبل الهواء فيصل، يعني اول شيء نرحب فيك مره ثانيه. تقول خل الفنانه الجميله انتصار شراح كلمتين لها ثلاثه. يا هلا ومرحبا. وبعدين بنص الكلام بقول ايه، واخر شيء بقول شكرا. حمد المخرج حمد كلمتين وكحه. قلت لي كلمتين وكحه ووراها عفوا. وانت اللي بتاكل الجو يعني بالسؤال. قلت لهم دزول اليوم انتم. السهره لك انت بروحك. نتشرف فيكم اكيد ونحيي فيكم هذه الروح الجميله دائما ما بين فنانينا الجميل. دائما في اعتدنا على المسلسلات الفنانه الجميله انتصار الشراح انها تكون من 13 حلقه ل 30. الحين سهرة درامية ومن إنتاج تلفزيون الكويت، كلميني عن هذه الكسرة. شوفوا، هو أول ما كلمني حمد قال لي أم سالم أنت معانا، قلت له منو إنتاجك؟ يعني قلت تلفزيون الكويت. قلت له هذا أول واحد أوكي، لأن تلفزيون الكويت حلو مكاني، ما يصير أن أنا لازم أكون موجودة. ثاني شيء أنا أقول له منو المخرج؟ يعني يقول لي أنا. قلت له هذا ثاني شيء أوكي، أوكي. طالما أن حمد، وحمد وايد أعزه ولأني اشتغلت معاه. اشتغلنا اي مسلسل حمد؟ عملنا غريب بين اهله. اي غريب بين اهله، فكان الكويت فكذا، يعني قمه الادب قمه الاخلاق حمد. ف يعني انصح اللي ما اشتغل مع حمد ما اشتغل. انا شفته عصبي والله، اشتغل انتخابات. اتمنى يكون عصبي. لا هو اذا عصب طق قطوه طق طوفه، هذه اعصابه. يعني في فتره من الفترات كان في تمثيليات من زمان كنا نشوفهم بحلقات اللي تكون متعودين احنا تلفزيون الكويت كان ينتج هالمسلسل التمثيليات، وكنا نشوفها ونتابعها، يعني ما زلت اذكر. بعدين انقطعت اختفت، الحين عوده جديده. ايش قاعد اقول لك؟ يعني هو هذا هو. بعدين في اكو شغله ثانيه يعني ما كملت لك انا. الثالث شيء ان احنا يا الكبار، يعني اعوذ بالله من كلمه انا، انه لازم نساند الصغار، لازم نطلعهم، لازم نوقف معاهم. احنا مو قاعدين نلتقي بهالصغار هذه الا بالاعمال نلتقي فيهم، فالمفروض ان نلتقي. احنا لو كانت عندنا نقابه ممكن انه يصير بيننا التلاحم شويه، تتقارب بيننا شوي، يعني ما في، فما في الا الاعمال. فانا هذا كان وايد مهم عندي تلفزيون الكويت حمد، وان انا مع الفئه الشبابيه مع فيصل. قاعد ينغزك كذي فيصل. هو استاذ، استكمالا لكلام الاستاذ انتصار، بالفعل انقطاع تلفزيون الكويت عن إنتاج التمثيليات الدرامية صار له 10 سنوات. صح. ولكن الإدارة حاليا متمثلة بالسيد طارق المزرم عطى حق الشباب الكويتي الثقة الكاملة في أن هل أنتم قادرين أنكم تعيدون وتحيون هذه النوعية الدرامية؟ فقلنا لا إيه نعم. لله الحمد، الشيء الجميل في هذا الأمر ان الستاف كان كامل من وزاره الاعلام، موظفينها شباب كويتي يعمل بجد وباخلاص. تدرين الدراما شوي، اسمح لي الملاحظه، مو شركه منتج منفذ، لا لا لا، انتاج تلفزيون الكويت بالكامل. ما تتخيل شنو كان فزعه قطاعات وزاره الاعلام، جميع قطاعات وزاره الاعلام بالعكس باركوا هذا الامر واثنوا على هذا العمل واجتهدوا معانا. حتى الاجهزه الاكوبمنت فل ستور من وزاره، كلها تحت مظله وزاره الاعلام، ما في شيء برا، بالكامل. ما اجرتوا معدات شيء؟ لا 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 ابدا ابدا. ايش رايك بالعوده لما دائما وزاره الاعلام يكون في السابق انه في شركات تعمل كمنتج منفذ، الحين هذا من انتاج الوزاره نفسها، انتاج تلفزيون؟ هذا امر ثاني، المنتج المنفذ لا 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 طبيعه خاصه وامر مختلف تماما. احنا نتكلم عن جزئيه الانتاج
تحت مظلة وزارة الإعلام. أنت كمخرج شلون شفت أن الإنتاج هذا تحت مظلة وزارة الإعلام والمعدات كلها وكلها زملائك بالنهاية؟ بالعكس أنا جدا سعيد، وكانت يعني ما تتخيل مثل ما يقولون. إيه والله ما تتخيلين، ما تتخيلين. على فكرة حتى في مجموعة عندكم حاليا هني يشتغلون معاكم في نفس البرنامج كانوا معاي في السهرة يشتغلون موجودين، يعني في نماذج موجودة حواليني. ها ما شاء الله. اشتغلوا وجربوا، لأن أنت تدرين الدراما شوي فيها تعب، شوي فيها نوع من التحمل والقوة، ولكن لله الحمد يعني مثل ما أقول لك إن شاء الله يوم السبت راح يكون في ناتج يرضي الجميع بإذن الله. إنزين إيش رأيكم نشوف البروموشن مع بعض؟ شوقتونا أنتم. الناس هذين ما لهم شغل بحد. مشكلتهم الوحيدة انهم مسكنة ويمنا. لا والله جاتهم بوحدة ميلونة لترش تبتنني معاها. انا ماني ميلونة. دكتور انا شفت نفسي صرت احسن من الادوية اللي كنت اخذها. وهيج مو عاجبني. انا بعرف شغلة واحدة، البنية هذه بنتك. انت اللي خذيتي بنتي مني. ايش قاعد تقول؟ انت الحرامية. سهام سهام انت اللي بقتي البنية بنتي. سهام سهام انت اللي خذيتيها. بطل الباب بطلوه. متى وين سهام؟ سهام نايمة فوق بغرفتها. وين وين وين؟ هو مشعل قاعد أقول لك نايمة بغرفتها. أنت لا جاي تشتكي ولا ناطرني عايرك. أنا ما عندي لا الكآبة والغثة. الغثة والكآبة أنت اللي بتيحق نفسك. قلتوا لي إن دفنتوها، وين؟ ما شفت، أنا ما شفت شيء بعيني. لا مينونة، مينونة رسمي وتبين تنينيني معاك. أنت متأكدة إن الناس اللي أنت ساكنة عندهم هذيل أمك وأبوك؟ شوقتونا بصراحة، وشكل المسلسل فيه وايد أحداث. أيه. فشلون قدرتوا أنكم خلال ساعة واحدة مدة التمثيلية شلون قدرتوا أنكم تصورون هالكم من المشاهد في هالسرعة؟ أهم شيء البرد. شلون قدرتوا هني البرد هني ولا هناك؟ لا إيه وقتها كان برد عندنا، كنا صورنا شهر اثنين إحنا. كان ضيم البرد ومطر أنا أتوقع اسم العمل البرواز. أكيد أنت الصورة. أنا البرواز. انت الصوره، انت الاساس وانتصار الصوره. عيل انتصار سالم. لا هو العمل بطوله فيصل عميري حبيبي وصديقي، هذا الهضبة انا اسميه الهضبة فيصل ان شاء الله مبدع، وحنان المهدي، وطبعا مجموعه كامله يعني. حلو، كلمني عن دورك، عن اليه العمل لما يكون عمل يعني انت اشتغلت في اعمال اخرى تكون تحت مظله منتج منفذ الحين. صحيح. انتاج الوزاره. كلمني عن هذه الفلسفه. يعني تجربة جديدة بالنسبة لي يعني أنا شفت في فرق بين الشغل برا الوزارة وداخل الوزارة. داخل الوزارة في يعني تأني أكثر. إيه يعني ترتيب هذه مالتي. يلا ما بعنا نقذك بالحكي. ف يعني في ترتيب أكثر، يعني في هداوة بالشغل. يعني باليوم كنا نصور 8 مشاهد أو 5 مشاهد تقريبا. بعدين كان فيصل وايد يتكلم بالمشاهد، كنت أقول له بس اسكت خلنا نتكلم. فهذا الفرق بين المنتج منفذ الأعمال 30 حلقة والعمل كسهرة درامية حق التلفزيون. أنا استمتعت للأمانة بالعمل، لأن أول شيء الأستاذ حمد البدري صديقي قبل يكون مخرج، يعني أنا استمتعت بالشغل معه. صحيح هو هادي فعلا، كل حياته هادي يعني. يا بختكم يعني. ليش من انتخابات؟ لا والله يا بخت الوزارة ويا بخت التلفزيون. لا أكيد ولا يقصرون فيه، أكيد وكل الزملاء اللي عملوا في هذه المظلة إن صح القول سهرة درامية اللي هي البرواز. لكن كلمني عن دورك بالضبط فيصل، خصوصا ان حركه جديده مثلا ضبط المشاهد ويا بعض في ساعه واحده. صح. دوري انا صديق فيصل العميري، انا ما بحرق الموضوع هنا. لا لازم تحرقه. لا احنا على شغل. لا صديق شغل احرق ما يصير يعني شوي يعني من انتاجنا اي صح لازم اقول خلاص من انتاجنا. صديق تبوني بعمل ثاني خلصنا. صديق فيصل عميري صديق فيصل عميري بالسهره، وفي اتفاق يكون على موضوع، ما بقول الموضوع عشان الناس تتابع السهره. بعدين يعني ما يصير يعني قلت خلاص اذا قلت دوري انا بالذات يعني خلاص فهمت القصه. خلاص قول شوي انتاجنا. هو انا اقول لك شيء، هو بامانه يعني
احنا لابد ان نذكر الاستاذ عبد العزيز الحشاش الكاتب. بامانه هو قام بصياغه هذا العمل وكتابته دراميا بشكل يعني جدا رائع. حلو استاذ حمد، اسمح لي السؤال هذا، دائما المخرجين تلقى عندهم تذمر خصوصا في الاعمال لما يكون المسلسل طويل، انت عندك مسلسل او سهره صح القول دراميه فيها عده مشاهد، شلون قدرت تدمجها كذي في ساعه واحده؟ شنو الحرفه اللي عندك هذا؟ لا هو شوف، هو يعني حرفيا يقول لك الورق هو اللي خدمني. نعم. يعني عبد العزيز كتابة. الحشاش هو اللي كتب هذا الامر، هو اللي حدد البداية. هو يعني اعطاني مساحه جميله بحيث اني انا اقدر اني استخدم ادواتي كمخرج. نعم. طبعا من اهم ادواتي الممثلين، يعني نعم. هو يتم تطويع كل عناصر العمل الفني لي يكون في عندك ناتج اللي هو بالنهايه هو الممثل عندك. نعم. ف طبعا اكيد يختلف 30 حلقه عن 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 الفيلم التلفزيوني، بس الاستمتاع مختلف تماما، لان شوي في تكنيك مختلف اللي هو ممكن توصل الى مرحله انك انت فيلم قاعد تعمل. نعم. اي مو مو يعني قريب من الفيلم، هو طبيعي يعني احنا ما نبي نقول فيلم، بس راح تشوفون ان في هذه النكهه موجوده في شيء جميل، لفته جميله ان تكون هناك في شيء حق المتلقي تقدمه وزاره الاعلام من انتاجها الخاص، تقدم المشاهد في ما نقول مسلسل لكن سهره دراميه جميله. الفنانه انتصار شراح حياك الله. الله يحييك. عسى دايم هذه الابتسامه الجميله. الله يخليك. مشاركتك في عمل البرواز. مشاركتي قلت لك انا 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 لما كلمني حمد وقال لي موضوع ان شبابي وما شبابي، فانا وايد حابه هذا الموضوع. ولما نيت واشتغلت معاهم وايد استانست، ان يعني يمكن انا كنت بالبدايه متحفظه اني ما اخاف اعطي ملاحظه يزعلون، ولا حنان المهدي اسمها حنان في شغلات كانت مثلا اقول لها لا يا ماما لا تسوين كذي، سوي كذي افضل، مع انها هي البنت خريجه وكذي، بس غير الخبره يعني اوكي خبرتي. هي احترمت خبرتي وانا ما كان يعني مثلا كنت اوصلها بطريقه وايد حبيه اكثر، يعني اموميه اكثر، انه يا ماما كذي صح احسن من كذي، فقعدت تقول لي لا، هو قلت لها لا يا ماما كذي احسن، فكانت تسوي الشيء وبعدين تقول لي اي صح مثل ما قلتي. يعني انا اسعدني هذا الموضوع حيل. وبعدين البنوته الصغيره اللي ويانا احنا ليلى هذه ما شاء الله عليها، البنوته وايد انا مسميتها انتصار الشراح صغيره، انتصار الشراح باي لندن. احنا نقول انتصار الشراح ماكو مثلها. لا هاي انتصار الشراح باي لندن ما شاء الله، طالعنا وتسوي حركات يعني بنيه خطيره للامانه. فنانتنا انتصار، شنو سالفه المطافي؟ المطافي المطافي انا ما ادري شنو عندي، من اشوف المطافي ابتسم واصفق مثل اللي هال، شفتي لما يشوفون اي يعني وناسه ما بعدها وناسه، مو اشوف حريجه اشوف المطافي، هم السعير المطافي يعني. فضحتنا بالفريق والله. وكان المفروض ان عندنا مشهد ان يجون المطافي وياي الرائد مال الفرقة المطافي اللي بتينا، فعرف اني انا احب المطافي، فقالوا للشباب لا لما تيون بالليل لا تشقلون عشان الناس لا يسمعون ازعاج. هو قال لهم بس تيون تدخلون الفريج شقلوا نادوا انتصار الشراح بالميكروفون. فتخيل المطافي داخله ويفاتشين الفلاشر وانتصار الشراح طلع انتصار الشراح. انا واقفه قدامهم وناطط حلو هذه المشاهد تضيف بعض يعني هذه المواقف تضيف بعض الروح على الاحداث يعني على العمل. هو الشيء الجميل في الأمر في هذا العمل بالذات كان في عنصرين كممثلين وكفنيين، كان في عنصر الخبرة كممثلين استاذ انتصار، الأخت جواهر، عبد الله البارون، فيصل عميري عنده خبرته ما شاء الله. انا اتكلم اي فيصل عميري انه كدور اساسي، انا اتكلم عن اللي ساهموا معنا، يعني مثلا استاذ انتصار يعني مثل ما قالت الاسباب، لولا هذه الاسباب ما كانت تقبل انها بتاريخها وبانها تشتغل في هذا الامر. فالمجموعه هذه جواهر، عبد الله البارون، محمد طاحون مجموعة حلوة. فكانوا حابين انهم يكونوا موجودين، وطبعا نفس الشيء كانوا الفنانين بنفس الامر، كان في
جزء من الخبرة والجزء الثاني اللي هم استفادوا. شلون يقولون الشباب ما يسمعوا الكلام صح الموضوع؟ لا لا لا. فيصل أنا أسمع. أنا قلت لك لأن القايد اللي هو حمد وايد تحسينه قاعد يعطي لي كل شخصية احترامها وكل يعني ما عنده الفوقية هذه إن أنا المخرج لا ما في حمد ما عنده هذا الموضوع. فأنت بالنهاية قاعد تروحين تستانسين تشتغلين مع ناس تحبينهم وتطلعين. فأكيد تبي تطلعين شيء أنت من داخلك إنه هذا التقدير اللي أنتوا وصلتوني لا أنا قاعد أطلع لكم. يخلص دورها ما تمشي تطبخ باللوكيشن لنا والله أمانة جد من كثر ما هي مستمتعة هذا دليل استمتاع. تدري شو تقول شنو بتجيبون اليوم بريك؟ لا تجيبون خلاص يبولي بس الماتش له وأنا بطبخ لكم حق 20-30. احنا أكيد نحييكم ونشكركم على تواجدكم معنا ونتمنى لكم التوفيق أكيد في هذا العمل الجميل اللي راح يكون إن شاء الله في سهرة جميلة مع مشاهدينا يوم السبت اللي جاي ان شاء الله الساعه 10 ان شاء الله. والجميل اكيد من انتاجنا يعني هذا انا الوحيد اللي يقول لك اكون او لا اكون ان شاء الله يا ربي اكون يا لا ان شاء الله بكون اكيد بجهودكم وجهود وزاره الاعلام. نشكرك يا مخرجنا الجميل دائما والزميل حمد البدري تشرف فنانتنا القديره انتصار شراح شكرا لوجودك معنا الرائع دائما فيصل يعطيكم المتحدث الرسمي نورتونا ونتمنى لكم كل التوفيق وإن شاء الله تكون شعلة تنطلق منها يعني سهرات درامية متواصلة في تلفزيون الكويت إن شاء الله. نتمنى لكم كل التوفيق. عندنا كلمة راس مع الزميل سعود بوشهري.